ايه ده؟ يا ساتر يا رب، مين اللي بيخبط علينا دلوقتي؟ عنتر، انت ايه اللي جابك هنا؟ يا شارب حاجه ولا ضارب حاجه؟ عايز اتكلم معاك شويه يا معلم. تتكلم معايا في ايه يا اخويا؟ هما كلمتين وهمشي على طول. لا، كلمتينك تقولهم وانت هنا، ما تخطيش عتبه البيت، انت سامع؟ عيب يا معلم، هتكلم جوز بنتك على باب البيت؟ جوز بنتي بقى مرت يا اخويا، انت يلا، كانت خطوبه ما عليتش عن كده سنتي واحد. سنتي واحد؟ ايه؟ هو كلام مسغرت ولا ايه؟ لا بقول لك ايه؟ ما تطولش لسانك وتقل مني، انت فاهم؟ وقل على الطلاق بالتلاته، هردعك قلم اجيبك تحت الارض تحت رجلي. حقك عليا يا معلم، حقك عليا، سامحني، انا ما حقولك، بس انت وعدتني يا معلم، وعدتني انك تجوزها لي، صح ولا لا؟ انا مش عايز كلام في الحاجات دي، خلاص وصلت ولا ما وصلتش؟ كفايه اللي حصل يا اخويا، وامشي دلوقتي من وشي، ما عندي بنات للجواز. ما عندكش بنات للجواز؟ عليا الحرام ده، انا طربعها واخربها واجيب عليها وطيئه لو ما حددتليش ميعاد فرح دلوقتي. انت بتعلي حسك عليا يا جعر انت. اه، وعلي حسي على اي مخلوق خلقه ربنا هنا، اللي هياخد مني حقه علوش وفي ايه؟ حق مين يا حق؟ ايه؟ انت كنت كتبت كتابك عليها واحنا مش دريانين؟ انا كنت كتبت كتابك عليها واحنا مش دريانين؟ ما تظبط ياض، انت العلقه بتاعت الصعايده، ما علمتش على جدتك وعايز علقه مني تبقى ابرك منهم. حقك عليها يا معلم، ابوس ايدك. طب اوعى ياض، ابوس ايدك، محدش حاسس بيا، محدش حاسس بالنار اللي بتغول في عشايا. انا معرفش اعيش من غير انجي. طب هاتوها واسالوها وهي هتقول لكم ان هي مش عايزه غيري. هاتوها طيب، هاتوها واسالوها. طب انت عايز تمشي كلامك عليا؟ انا معلمك سيدك، ما عنديش بنات للجواز، واخفى يلا من هنا. عيب يا معلم اللي انت بتقوله ده، انت كبير وكبير مقام، الراجل بيتربط من لسانه. عيب يا معلم، ده انت سيد المعلمين والمصحف، ما اعرف عيش من غير. طب هاتوها كده تقف قدامي وخيروها، وهي اقسم بالله هتختارني انا، انا متاكد. حتى طبعا هاتها. ايه؟ هاتوها، مش قالك ما عندناش بنات للجواز؟ يلا روح المي براك على بيت تاني. يلا روح المي براك على حد تاني. يلا اقسم بالله ما راح في حد. انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ انت مش هتكون لحد غير ايه؟ انا معلم فين يا انا هجيب انتي. انت اتجننت يا يا انش، تعالي قول لهم ان انت بتحبيني يا حبيبتي. تعالي قول لهم ان انت هتتجوزيني يا انش. يا حبيبتي يا انش، انا هموتك. سيبوني اموت ابوك. يا انش يا اخوانا، احنا كده بعدنا من فيك كفايه، خلاص بقى. كنت عارف ان ابراهيم مات يا جمال؟ كنت عارف ان ابراهيم مات وما قلتليش؟ اقول لك كيف وسط كل اللي انت فيه ده؟ انت في ايه ولا في ايه؟ اقول لك علشان تروح على هناك والحكومه مستناك تقبض عليك؟ ما دي اللي هم عايزينه. كنت اقول لي يا جمال، قول لي بأي طريقة يا جمال، ما تسيبنيش أعرفها بالصدفة، كان لازم أنا اللي أغسله بإيديا، كان لازم أنا اللي أدفنه واحد، كان لازم أعرفه ده السبب واحد الله، السبب واحد الله، ده ابني، ده ابني يا جمال واحد الله، كان لازم اعرفه ان انا السبب، انا السبب، انا سبته، سبته وما دورتش عليه، ما منعتوش من شيطانه، لازم تقول لي، واحد الله، لازم تقول لي، ده ابني، لازم تقول لي.
واحد الله يا ولد عمي، ده امره مفهوم. ولا انت ولا اي مخلوق كان هيقدر يوقف المكتوب. ربنا يرحمه، صلي على اللي هيشفع فيك وفيه. عزة جلالة الله ما قصرنا يا عزيز، وقفنا مع منال، خدنا عز اخوك ابراهيم الله يرحمه، وضربنا والد المركوب اللي اسمه عنتر ده. ليه؟ وعنتر عمل ايه؟ ولا حاجة. عمل ايه يا جمال؟ هقول لك، بس المهم دلوقتي جمال كان عامل خطوبته قدام البيت، بيت عروسته الست انجي، وما كانش عايز منال تاخد عز ابراهيم، قال علشان ما تبوظلوش ليلته. بس قسما بالله انا وولاد عمامك سوينا به الارض. وانجي وابوها وافقوا الكلام ده؟ يا ما وافقوا على الخطوبه يا عزيز، مش هيوافقوا على اللي بيعملوا ده؟ دي حاله مواطيه يا واد عمي،